فيديو جديد وفيديو مميز لمتابعين قناة الأدوات المنزلية. عايزة أرحب بيكم بفيديو النهاردة. طبعا هتشوفوا معايا من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من أحدث الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات وأحدث الاختراعات اللي مفيش أي ست بيت تقدر إن هي تستغنى عنهم، وده طبعا لأن أغلب الأدوات اللي هتشوفوها معايا من خلال الفيديو ده بتوفر علينا الوقت والجهد بحيث إن احنا نقدر نستفيد منهم في حاجات تانية، وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في المطبخ أو في البيت بشكل عام. فعلشان كده عايزاكي تكملي معايا الفيديو ده لنهايته، علشان أنا متأكدة إن جميع الأدوات اللي هتتعرض في الفيديو ده هتعجبك جدا. ولو لسه ما انضمتيش لقناة الأدوات المنزلية أتمنى إن انتي تضغطي على زر الاشتراك وتفعلي جرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة بإذن الله. وخلال ما انتي بتتفرجي على الفيديو ده لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك أتمنى إن انتي تشجعيني وتشجعي القناة بالضغط على زر اللايك، ولو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكيش تقدري إن انتي تضغطي على زر الديسلايك. ويلا بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا ونبتدي إن احنا نشرح جميع الأدوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده ونشوف مع بعض إزاي نقدر نستفيد من الأدوات دي وإيه هي طرق استخدامها. في البداية كده هنبتدي ان احنا نتكلم عن آلة غسيل الخضروات والفاكهة اللي انتوا شايفينها معايا دي. طبعا الآلة دي مزدوجة، تقدروا ان انتوا تعتبروها آلة للغسيل، وفي نفس الوقت كمان هي عبارة عن مصفى تقدروا ان انتوا تستخدموها كمان في تصفية الخضار والفاكهة. وهنا معانا المنظم الجميل ده، طبعا المنظم ده متقسم لست منظمات داخليه طبعا تقدري ان انت تنظمي بيهم الخضار، طبعا الخضار المتقطع زي الثوم او الجزر او البصل زي ما انت تحبي، وتقدري كمان تستخدميها بطريقه تانية وهي بتنظيم التوابل الصحيحه. بعد كده هنشوف مع بعض شكل مختلف من اشكال منظمات التوابل او منظم الملح. طبعا المنظم ده بيديكي كميات معينه من الملح او من التوابل زي ما هو ظاهر قدامك كده في الفيديو. وبعدها على طول هنشوف مع بعض منظم البيض الجميل ده. طبعا المنظم ده عبارة عن رف واحد بس، الرف الواحد بياخد معاكي تقريبا 10 بيضات، وطبعا بيديكي شكل جميل سواء استخدمتيه على رخامة المطبخ او في التلاجة. وتعالي بقى هنا شوفي معايا المعلقة الكبيرة دي، تقدري ان انت تعتبريها معلقة ومغرفة ومصفى في نفس الوقت، وطبعا حجمها هيساعدك باستخدامها في كذا طريقة وفي كذا شكل. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من اسفنجات غسيل المواعين. طبعا الاسفنجة دي تقدري ان انت تستخدميها وانت مطمنة لان هي بتساعدك على ان هي ما تجرحلكيش المواعين سواء الحلل او الاطباق او الصواني، واهم حاجة فيها ان هي ما بيلزقش عليها اي اوساخ اثناء تنظيف المواعين. بعد كده تعالي شوفي معايا الطبق الجميل ده. طبعا الطبق ده متقسم ل6 خانات تقدري ان انت تنظمي بيه الخضار، وكمان تقدري ان انت تعتبري الطبق ده عبارة عن مصفى، وغير كده كمان تقدري تنظمي بيه الفاكهة وتستخدميه كطبق لتقديم الفاكهة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا أداة إزالة الوبر اللي بيبقى موجود على الهدوم. طبعا الأداة دي بتتشحن وبعد كده تقدري تستخدميها على الهدوم بتاعتك. طبعا احنا بنحتاج الأداة دي غالبا في الشتاء لأن الهدوم الشتوية هي أكتر حاجة بيلزق عليها الوبر، ودي منظمات للكاتشب او المايونيز او الصوصات بشكل عام. طبعا طريقة استخدامها سهلة وبسيطة جدا وبتبقى احسن من العلب الاساسية بتاعت الكاتشب او المايونيز او الصوصات. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الأداة الصغيرة دي اللي بتساعدك على تثبيت البطانية على السرير بحيث ان هي تبقى تقيلة وما تبقاش خفيفة وتتحرك بسهولة. لو وصلتي معايا لغاية هنا من الفيديو اتمنى ان انت تضغطي على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكيش تقدري ان انت تضغطي على زر الديسلايك، وياريت تشاركوني في تعليقاتكم بالنسبة لكل الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده. لو في حاجة عجبتكم اقدر ان انا ابعت لكم رابط الشراء المخصص لشراء الحاجات دي عن طريق تطبيقات الاونلاين، ولو لسه مشتركتوش في القناه اتمنى ان انتوا تنضموا لينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك، ويا ريت كمان تفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم اشعار جديد بكل فيديو يومي بينزل على القناه. بعد كده تعالي شوفي معايا المنظم الصغير ده. طبعا طريقه تثبيته سهله جدا، هو بيجي فيه ماده لاصقه تقدري ان انت تثبتيه بكل سهوله على جنب الثلاجه او على جنب الغساله او في اي مكان انت عايزاه. وهنا بقى معانا الغسالة الحديثة دي، طبعا حجمها متوسط او تقدري ان انت تعتبريها غسالة ميني تقدري ان انت تغسلي بيها مختلف انواع الهدوم اللي بتبقى موجودة عندك. وهنا عندنا منظمات او اكياس لحفظ وتنظيم الهدوم او البطانيات. طبعا المنظمات دي او الاكياس دي ضد المية تقدري ان انت تنظميها بكل سهولة عندك جوه الدولاب، وطبعا هتخلصك من كل كركبة الهدوم وهتساعدك على تنظيم وترتيب الدولاب عندك.
بعد كده تعالي شوفي معايا، عندنا منظم للحلويات او للمكسرات. طبعا المنظم ده عبارة عن دورين، وده بيساعدك ان انت تنظمي كمية كويسة جدا من المكسرات او الحلويات. وده بقى منظم للشرابات او منظم للملابس الداخلية، تقدري ان انت تثبتيه عندك جوه الدولاب وبعد كده تنظمي بيه مختلف الحاجات اللي انت عايزاها. طبعا زي ما انت شايفة معايا كده بيديكي شكل منظم ومرتب جدا جوه الدولاب. وده بقى هنا عندنا المنظم الجميل ده، طبعا المنظم ده خاص في المناديل، تقدري ان انت تستخدميه عندك في الصالة او في اوضة النوم او عندك في المكتب. بعد كده عندنا أداة التثبيت أو الحامل اللي تقدري إن انتي تثبتي عليه مختلف أشكال وأحجام مصففات الشعر. بعد كده تعالي شوفي معايا الجهاز ده اللي بيساعدك إن الأكل بتاعك يفضل سخن في الأطباق، والجهاز ده بيشتغل عن طريق الكهرباء، وتقدري إن انتي تنظمي وتثبتي عليه مختلف أشكال وأحجام الأطباق اللي بتبقى موجودة عندك. وهنا معانا المنظم الصغير ده، تقدري ان انت تنظمي بيه مختلف اشكال واحجام الاكياس اللي بتبقى موجودة عندك، وتقدري ان انت تثبتيه بكل سهولة على جدار المطبخ او على جنب التلاجة. وغير كده ان طريقة استخدامه سهلة جدا. بعد كده تعالي شوفي معايا القاعدة السيليكون دي، طبعا تقدري ان انت تستخدميها تحت الحلل السخنة او الكتل او ابريق الشاي. وهنا معانا الكتل الجميل ده، طبعا زي ما انت شايفة شكله تحفة، وتقدري ان انت تسخني بيه المية او الشاي او اي حاجة تانية انت عايزاها. وهنا عندنا القطعة دي اللي بتساعدك ان انت تصفي عليها مختلف احجام واشكال الاطباق اللي بتبقى موجودة عندك، وتقدري ان انت تصفي عليها الحلل او المعالق او الشوك. والقطعة دي ميزتها ان هي بتتشرب المية او السوائل بسرعة كبيرة جدا. بعد كده تعالي شوفي معايا عندنا منظم المطبخ ده، طبعا تقدري ان انت تنظمي عليه مختلف الاجهزه الكهربائيه اللي بتبقى موجوده عندك، وتقدري ان انت تنظمي عليه المايكروويف او التوابل او اي حاجه انت عايزاها. وهنا كمان عندنا منظم من منظمات المطبخ، تقدري ان انت تستخدميه في الدولاب عندك او في الثلاجه، وتنظمي عليه مختلف الحاجات اللي بتبقى موجوده عندك من صوصات او توابل او علب عصير. الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الأدوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد، واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت بشكل عام. لو الأدوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم، أتمنى ان انتوا تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك. ولو عندكم أي استفسار عن أي حاجة اتعرضت في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبولي في خانة التعليقات وانا هرد عليكم في أقرب وقت ممكن. تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزه اللي موجوده معانا في الفيديو ده، ووضحنا ازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها. والحقيقه انها كلها ادوات عمليه وغير مكلفه وبسيطه جدا، وتقدري ان انت تستفيدي منها في كذا طريقه مختلفه، وبتسهل عليكي الحياه اليوميه وشغلك في البيت. كملي الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجه اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وبعد ما انا اتكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت محتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده، جه الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل بساطة. وطبعا هم عبارة عن 3 طرق، تقدري ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه. فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة، تقدري ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق علي اكسبرس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي باي. طبعا التطبيقات دي مشكلتها ان هي تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا، اما بالنسبة لاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة، يعني في عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة، وفي ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية. وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها، لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف. وعايزة اوضح لكم حاجة كمان، ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتم موجودين بيه، يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية، انما مثلا الشحن لامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية، او في دول بيبقى الشحن ليها مجاني. فاعتقد ان الطريقه دي تقدروا ان انتوا تعتمدوها على حسب المكان اللي انتوا متواجدين بيه. بعد كده تعالوا اقول لكم على الطريقه التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحل لكم مشكله تكاليف الشحن، وهي صفحات الفيسبوك. طبعا الصفحات دي برضو تبقى عباره عن تجار بيجيبوا كميات كبيره من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين،
وبتدفعي طبعا حاجة رمزية جدا، بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انت موجودة بيه. وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انت موجودة في مصر او في الاردن، معرفش بقى لو انت مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا. بس اللي عايزة اقوله لك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا، تقدري ان انت تكتبي في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت، طبعا على حسب البلد اللي انت موجودة بيها. وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كده في فيديو، هسيب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف، تقدروا ان انتوا تشوفوه وتستفيدوا منه. اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي. فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي، اتمنى ان هو يكتب لنا في خانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده. وبس كده، هو ده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وان كل الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم. ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك، ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدروا ان انتوا تضغطوا على زر الديسلايك. ولو عندكم اي استفسار عن اي اداة او اي منتج اتعرض في الفيديو ده، تقدروا ان انتوا تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في اقرب وقت ممكن. مستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة. سيبكم في رعاية الله.